السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الفلاحة، معكم ياسين قريب مهندس زراعي ممثل برنامج المثمر بإقليم العرائش. عندنا باش إن شاء الله نكملوا الدورات التقنية ديالنا، وغنبداو إن شاء الله بالدورات التقنية حول زراعة البطاطا في منطقة العوامرة، منطقة العرائش العوامرة الدلالحة وما جاوره. وكما كتعرفوا فزراعة البطاطا في المغرب كتعطينا واحد المردودية متوسطة، الحمد لله عندنا في منطقة العوامرة كاين انتاج مزيان، لكن في المغرب كامل كنلقاو المردودية المتوسطة حوالي 23 طن، اللي هي قليلة بزاف بارابور للدول الأخرى. وهذا الشيء كامل عنده عدة أسباب، بيناتها التساقطات، بيناتها الدورة الزراعية، بيناتها الأمراض، بيناتها شي برنامج ديال التسميد، وهذا الشيء اللي إن شاء الله غنهضروا عليه بإذن الله في الدورة هذه. فكيفاش غادي نحسنوا من هذه المردودية؟ الحمد لله حنا في منطقة العوامرة الفلاحة كيجيبوا حتى 60 طن، كل كيجيب 50 طن، كنهضروا على البطاطا ديال لا سيزون اللي كتزرع في شهر 11 شهر 12 شهر 1. فكاين عدة، أول حاجة خص اتباع مسار تقني معقلا، يعني خصنا نعرفوا شنو غنديروا في كل وقيتة، خصنا نديروا شي حاجة ديالها، وسيرتو بالضبط في التسميد اللي كنلقاو فيه مشكل كبير مع الفلاحة في المنطقة بالنسبة للتسميد، هو اللي غنهضروا عليه بزاف. بالنسبة للدورة الزراعية، فالدورة الزراعية منطقة العوامرة عندنا مشكل كبير، أنه كيديروا بطاطا موراها كاوكاو موراها بطاطا موراها كاوكاو، بالتالي كيوقع لنا واحد الاستنزاف ديال الدورة، استنزاف ديال الأرض، ديال الكاوكاو كتستنزف الأرض، البطاطا كذلك كتستنزف الأرض. فكنلاحظوا أنه باش أفضل حاجة هو أنه يديروا دورة زراعية، يدخلوا فيها الزرع ولا يدخلوا فيها شي حاجة باش كتهرس، أو لا كتخليها جشارة كتخليها ترتاح راكدة، باش كتحاول الأرض تعاود تعطينا مزيان من جديد، باش ما نستنزفوش لي زونغري، باش ما نستنزفوش شنو كاين في وسط البلاد ديالنا. فهادو أمثلة عن دورات زراعية اللي كيديروا الفلاحة، البطاطا كيخلوا الأرض راكدة، موراها يديروا مطيشة ولا خضرة أخرى، كوكب مثلا عاوتاني اللي موراها كيديروا زرع وهكذا، ولا يديروا ليجيمينوز كيهرسوا ليجيمينوز، ولا الجشر اللي هو الأرض راكدة. بالنسبة للأصناف فمنطقة العوامرة فيها عدة أصناف اللي معروفة بزاف في المنطقة، واللي أكثرية الفلاحة كيخدموا بها هي المونفيس، عندنا المانيتو، عندنا كذلك المولديا اللي هي القشرة البيضاء ديالها. هادو المهم هادو الترتيب تقريبا، المونفيس الأولى، موراها المونديال، موراها مانيتو عاد المونديال. ولكن كاين عدة عوامل علاش كتخلي الناس كيشريو المونفيس بزاف، الجودة ديالها، زائد أنها هي اللي كتحرك في السوق، كل سوق كنلقاو فيه واحد البطاطا اللي كثيرة بزاف واللي كتحرك، اللي كيجيو لها البياع والشراية. ففي السوق ديال العرايش معروف بمونفيس بزاف، كاين عدة، كاين اللي كيجيب الأصناف ديال الخنشة اللي كيجيبها من برا من هولندا، ولا كيدخلها ويحركها في الخيش، وكاين هادي ديال ديك الدايرة ولا اللي كنقولوا لها جات من مبرد بلوتو، مراكز التخزين فين كتخزنوا البطاطا باش نعاودوا نخدموا بها. ولكن اصلا ديك البطاطا تتكون هي النيت، البطاطا القديمه اللي كتكون جايه من برا. ف بالنسبه للخدمه ديال البلاد الفلاحه كاملين هنا في المنطقه عارفين كيفاش كيخدموا، عندنا تقريبا كنضربوا بالغارق بالشيزال ولا بالمحرات ولا باش كنشقوا الارض مزيان، موراها كنخدموا بالكراده، كنضربوا بالكراده باش كنقادوا الارض ونواطوا الارض، عاد كنقادوا بالخطاط، هذاك الخطوط ديالنا ولا لي بيون اللي كنزرعوا فيهم البطاطا. العمليه الزرع كاين، راكم عارفين ان البطاطا عندنا هنا في العوامره كتدار على 3 دورات بارفو، المهم اكثريه، المهم الموسميه هي اللي كثيره عندنا في منطقه العوامره، كتبدا تقريبا في شهر 12 شهر 1. الفلاحه اكثريه زرعوها هذا العام في 2021 راه تزرعات، كتسمى الشتويه، كاينه الصميميه اللي قبل منها ما قبل، هي هذا البواكي اللي بنادم كيبدا بكري تتسمى الصميميه، وكاينه المرسيه قليل اللي كيديرها مورا كتكون مورا، هذه قليل اللي كيديرها حيت ما كتعطيش انتاج مزيان، وقليل اللي كيديرها في المنطقه.
بالنسبه للزراعه خصنا نكونوا عارفين انه عندنا عده انواع ديال الزراعه على حساب واش بعدا الفاريتي واش الموفيس ولا المانيتو ولا هادي. فكنعرفوا بلي ان الموفيس مثلا عندها العيون قلال، العيون ديالها قلال. احنا عندنا في المنطقه هنا العوامره رغم المزيان كيف فيه الفلاحات يقسموا البطاطا في الزرع ديالهم، هذه الا كانت بطاطا كبيره، مي الا كانت حبه ديال البطاطا صغيره كركوبه صغيره جايه من برا ولا كركيبه صغيره كيديرها بوحدها على حسب حتى العين، حيت معروف الارض هنا الرمل كتستحمل واخا تقطع ما تيوقعش الامراض ولا هذه، زائد باش كتنقص من تكلفه الانتاج. فالفلاحه هنا كيشريو الا كانوا غيخدموا بالبطاطا ديال الخيش راه كيضربوا واحد طون طون ونص ديال في الكتار، طون ونص في الكتار ديال الزريعه راه قاصحه بالنسبه للثمن ديالها اللي غتجيب 11 12 درهم من برا. ولا كيديروا كيخدموا بهذه ديال هذه المعاوده، المعاوده البطاطا المعاوده حتى هي موفيس اللي كتخرج من هذو النيزينيتي دو ستوكاج معامل التخزين، ولا من الغابه كيجيبوهم من الغابه تنخدموا بها. هنايا كيديروا تقريبا حتى 3 طون في الكتار، حتى 3 طن بارفو تيقسموها يعني على حساب المهم على حساب العيون، على حساب عدد العيون. هادشي بالنسبه للموفيس. بالنسبه للمانيتو ولا المونديال كنلقاو اقل. علاش اقل؟ حيت فيها العيون بزاف كثار، بالتالي تقطع دغيا كلشي كيقطعها، كلشي كيلقى زعما كاين فين نقطعها باش كيديروا جوج طروفه باش كنستافدوا من باش كتستافد من البطاطا. كيف ما كتعرفوا كذلك الانسان خصو يحضي مع الجو. الجو في هذا الوقت في الوقيته ديال البرد وهذه كيكون مزيان، ما كان خط تكون البطاطا محطوطه ما كتخمش. هذه كنهضروا على البطاطا المقطعه، مي البطاطا الا كان الجو مش بزاف والجو ما ملائمش الرمل مثلا غيسخن دغيا تاثر سلبا على البطاطا اللي مقطعه، بالتالي ما كتعطيناش انتاجيه مزيانه، كنلقاو البطاطا كلات العصا. عندنا الناس اللي كيديروا الكوتاكوت حداو مع الكوتور، فين الكوتور فين كيحطوا واحد الشليجه فوق البطاطا كيأثر عليها وكينقص لها من الانتاج. دابا بالنسبه لابارتي ديال التسميد غنديروها ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.